مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. كنتواجدوا في مدينة المحمدية في المكتب ديال الأستاذ حسن حسون، محامي بهيئة الدار البيضاء. أستاذ حسون مشكور بشكل كبير أنه وافق يستضفنا اليوم في موضوع اللي طلبوا مني عدد كبير من المغاربة أنني نتناول القصة دياله، موضوع ديال تهامي بناني. أستاذ حسون كينوب على أحد الأطراف اللي ضد تهامي بناني، اللي هو شخص بطبيعة الحال معتقل في الملف. مشاهدينا الكرام، ما يهمنا هو تنوير الرأي العام أكثر في الموضوع، وكذلك نقش مع الأستاذ حيثيات هذه القضية والأبعاد ديالها، وكذلك تتبع ديال هذا الملف في الإطار القانوني. تبعوا معايا أستاذي، رمضان كريم، عيد الفطر إن شاء الله قرب مبارك. كنشكرك على الاستقبال، الله يستر عليك الى ما عاود معايا القصه ديال تهامي بناني من الزاويه اللي كتشوفها انت. من الاول انت كتنوب على احد الاطراف اللي ضده، اللي هو معتقل، كيفاش كتشوف الملف؟ المهم مرحبا بكم معنا في المحمديه، وجمعه مباركه، واتمنى ان شاء الله انكم تكونوا في اتم الصحه ويتقبل الله منكم الصيام ديالكم. هذه النزيله ديال المعروفه بقضيه تهامي بناني، والتي اصبحت حديث العام والخاص، وشغلت رأي العام، وأصبحت قضية رأي عام، هي أن الجميع أصبح يدلو بدلوه في خصوصها، سواء كان شخص مهتم أو رجل قانون أو شخص عادي، مما جعل هذه القضية أن الجميع يود أن يعرف الحقيقة. هذا الملف هذا سبق أن تمت المناقشة ديالو، وتم الجميع يعرفوا حيثيات الواقعة. ثلاث شبان كتجمعهم واحد العلاقة صداقة فيما بينهم. هاد العلاقة في الدراسة شاءت الأقدار بأنه يقع لهم مشكل، اللي هو أن الزميل ديالهم والصديق ديالهم توفى. محضر الضابطة القضائية، وأنا دائما كنقول ملي كنتكلم كنتكلم من منطلق ما أتوفر عليه بين يدي من مستندات فيما يتعلق بمحضر الضابطة القضائية، ولا أتكلم بتفسير أحلام ووقائع، لا، هنالك محضر ضابطة قضائية واتقى لمجموعة أطوار هذه النزيلة. هاد الشبان كانوا بثلاثة. الصبيحة ديال ذاك النهار في 2007 شهر 3 انطلق أحد المتهمين بمعية الضحية، واقتنى واحد مجموعة من المخدر الإكستازي من مدينة البيضاء، وكاينه تصريحات مع من خداو، وحتى الناس اللي كانوا معهم خداو معهم وصرحوا بانهم فعلا جاو عندنا الكازا واقتناوا هذيك المخدر الاكستازي. منطقه قبل ما نقول معروفه، كاين حتى المحمديه راه فيها، المغرب كله فيها هادشي. رجعوا المحمديه، هذيك المحمديه ملي رجعوا كاينه واحد المدرسه ديالهم، هي المدرسه التقنيه اللي كيدرسوا فيها. هذه المدرسه التقنيه كتواجد بالقرب من البحر ديال مونيكا بلاج. هاد المدرسة معروفة بين التلاميذ ديالهم، شي وقع في الفترة ديال الاستراحة ولا شي واحد غيب شي ساعة ولا كذا، كيمشيو للبحر كيجلسوا، سواء كيدخنوا المخدرات، سواء كيدخنوا، سواء كيلتقوا بعضياتهم بأصدقاء، هادشي اللي كيوقع. انتقل أحد المتهمين إلى جانب الضحية إلى البحر، تلاقوا تما، التحق بهم الشخص الذي أتكلفوا بمؤازرته، الذي كان بالمناسبة هو لاعب الفرق الرجاء البيضاوي، وكان كيتمرن في الملعب ديال جمعيه الحليب اللي عرفتو كاين في التيسيمه. ملي كمل التدريب ديالو جا التحق بهم، تناولوا مخدر الاكستازي، تناولوا مخدرات، تناولوا الجوعه، وكان معاهم واحد الشخص اخر هو حدث. بقاو حتى قرب المغرب، وكانوا معاهم فتيات كذلك اللي انسحبوا من بعد ورجعوا للمدرسه، هذوك في البحر. غير باش نحطوا الصور، حتى يعطيو واحد الصور باش يعرفوا الناس. البحر راه ماشي فيه غير دوك الدراري مثلا، هذا راه جميع الثانويه التقنيه اللي خارجين كيجلسوا تما، دوك الفتيات ولا الولاد اللي غيكونوا راه كيكونوا كيعملوا مجموعات وكيجلسوا، بما يعني اي واحد دايز من تما كيعرفوا بعضياتهم. ملي سالاو ركبوا في السياره، بقاو كيعملوا جوله على مستوى المحمديه. الضحيه بدات كتظهر لي واحد العلامات ديال الهلوسه، وبدا يدخل في واحد الحاله هستيريه، وبدا كيصرخ وكيغوت، وقع له تصبب واحد العرق على شكل كبير. وهادشي ما كنقولوش انا، هذا بدليل ديال اخ الضحيه اللي اتصل بالام ديالو وقال لها ماما راني يعني شت الاخ ديالي في السياره مع صحابو في واحد الوضعيه ماشي هي هذيك، وكيغوت.
الحادث اللي كان معاهم نزل قال لهم انا غنمشي للدار سالي تبارك الله يجعل البركه. المتهم اللي كنوب عليه والمتهم الاخر ما بغاوش يتخلوا على صاحبهم قالوا غير نبقاو معاه تنشوفوا بانه يفيق لانه مشى للدار في هذه الحاله غادي ممكن يعاقبوه والديه. بالفعل بقاو كيعملوا معاه دوره ما فاقش بقى في ديك الحاله السريه شدوا طريق الدار البيضاء اتجاه عين دياب يعملوا جوله ريتامي يستفيق. ملي مشاو فاتوا عين دياب ما فاقش مشاو جيت واد مرزق ملي كيتصلوا كيوقفوا كيدوا معاه مابقاش كيجاوبهم. ملي مابقاش كيجاوبهم نزلوا كيقلبوا كيلقاو بان الحس ديالو انقطع. هو بلاتي استاذ هو كان معاهم وفي السياره منين تاك ولكن ملي كيتصلوا هما قلتي كيتصلوا من قلتي هما كيدوا معاه زعما كيدوا معاه كيتصلوا كيدوا معاه هو قاص اللور يعني كيتكلموا معاه ملي كيتواصلوا معاه هما بالضبط مشاو بالضبط بالضبط مشاو لسيدي رحال هما كانوا لا دابا كانوا بغاو شي ملي بغاو شي يديروا كانوا قالوا زعما غنمشيو الا بغى شي فيق غنمشيو نكريو شي كابا سبحان باتوا فيه. نعم صحيح ما حدش داكشي نهائيا والو سمساكات ما حدش داكشي نهائيا. ملي مشاو صافي حسوا به بانه فقد الوعي او توفى شدوا نزلوا حطوه. نعم ديك الساعه ديك منطقه واد مرزق كانت منطقه كلها غابه ماشي بحال الشكل كيفي دابا ولا طرقان وكذا حطوه جنب الطريق ماشي جنب الطريق هذا ولكن في واحد البيست وكاين اشجار. رجعوا للمحمديه ملي رجعوا للمحمديه الام كتسول الابن ديالها الغد صحابه كانوا معاه قال الله يخليك حنا ملي وقع تفارقنا رجينا حطينا قدام واحد الثانويه عندنا سميتها هنا ثانويه فلسطين اعداد فلسطين هاد الاعداد فين توجدوا في الحي اللي كتسكن فيه الام وقال ليه رحنا حطينا تمايا صافي مشينا. هنا استاذ غادي نبقى معك نقطه بنقطه غادي نبقى في الملف او اذا صح التعبير المعتقل اللي كتنوب عليه انت التصريح ديالو هو كان قال كلام اخر انه هو والصديق ديالو ملي شافوا بانه الولد مات حوا في البحر فيما بعد في الاول قال عكس هذا الكلام اللي عطيت قال القصه اللي عطيتينا انت انه حطوه على جد مقربه من من من, من الشارع وكذا من بعد حصراته الضابط القضائي وبالضبط الفرقه الوطنيه بمجموعه من الاسئله واجله اخرى من بينهم كذلك رقم الهاتف اللي كان كيقول بانني ما تواصلت مع واحد وتبتات بانه هو اعترف في الاخير بانه شارك في الجريمه. كل واحد كيعطي شي حاجه عطيتي واحد المعطى في الاول لحقوه كذا ماشي كلامه هذا ماشي كلامه هادشي ما عندهاش في المحضر. لا هو شنو قال في الاول؟ لا في الاول قال هذا الكلام اللي قلتي ولكن من بعد هو اعترف بانه هو رماه في البحر. لا ما كاينش ما كاين حتى شي تصريح يعود لا المتهم اللي كانوا علينا ولا المتهم الاخر ولا الشخص الحادث بانه شدو هذا التصريح ديال من هذا التصريح ديال الام اش تقول لك الام دابا انا نجيك هذا دابا السيد الكريم راه احدى المحاضر ديال الضابطه القضائيه ديال الفرقه الوطنيه في الاطراف راه كاين اللي كياكد هذا الشيء بالمحاصره ديالو مجموعه من الاسئله مع الفرقه الوطنيه ما كاينش هذا الاعتراف في الاطراف بتاتا وحتى المسؤوليه ديالي اشنو كاين. الام بقات كتقلب على ولدها وبقات كتقدم الشكايات في مواجهتهم ويقع حفظها للانكار وعدم الاثبات. واحد النهار الام جابت واحد التصريح قالت كاسيدي مشيت عند واحد البنت كانت في علاقه معهم وفي علاقه مع الام ديالي وصرحت ليا في شي مذكره ديال هذا بانهم راه شدوا قتلوه وحرقوه في البحر. علاقه جات الام دارت طلب يخرج من الحبس استنادا لهذا المعطى هذه التصريح ديالها بانه هنالك شاهده كتقول بان الابن ديالها بانه راه حرقوه نحو في البحر. ملي جات الام النيابه العامه في المحمديه تقدمت طلب اخراج الملف اللي فيه القتل والحرق تزمي في رماتي تحط عند السيد الوكيل العام لدى محكمه استئناف. السيد الوكيل العام لدى محكمه استئناف امر باجراء تحقيق ضد مجهول يتعلق بالقتل حاله على السيد قاضي التحقيق استنادا الى تصريحات ديال هذه السيده. الضابطه القضائيه والفرقه الوطنيه عيطات لهذه السيده قالت لها الله يخليك واش بالفعل كذا كذا قلتي لك السيده قالت لي والله ما عمري قلت لها الهضره هنايا التصريح ديال هذيك البنت وهي السيده تامي بن ام حياه ديال تامي بناني عندها الشهاده اللي حضرت لهذا الكلام عادي هي اللي غادي تدلي بها. هذيك واحد شي وحده صاحبتها لا ماشي حضرت الكلام وحده صاحبتها حضرت في الاخير اش كتقول لها كتقول لك كدوي معاه في التليفون
كتقول ليها واش داكشي اللي قلتي ليا كاين، الاخرى كتقول لها لا انا ما عمري قلت شي كلام ما حتى شي حاجه. وشاف داك القوس المدمج فيه التصريحات ديال هاد البنت هادي بهاد بانك تنكر واش عمرها قالت ليها هاد الواقعه. حنا انا غنمشيو بعيد، ملي وقعت الواقعه بداو كيقولوا بانه راه الام راه مشات للسبيطار ولقات واحد الفيرملي قال لها ولدك كان عندنا هنا حي وجا مضروب وكل شيء وتعالج وفي الصباح يدو صحابو. ملي مشاو عندك السيد الفيرملي اللي كاين تمايا قال لهم سيدي السيد ما عمرها جات عندي وما عمرك قلت لها ولدك كاين هنا. حنا غير هاد التصريحات جميع الوقائع اللي كتعطينا فيما يتعلق بان كاين واحد الواقعه معينه ملي كيتخابروا مع ذاك المعي الامر واش الفعل ادليت بهذه الواقعه اللي فاتت السيده كي وكان ما عمرك قلت بها. اذا التصريح بوجود اعتراف بالقتل وكذا من طرف اي متهم لا يوجد في المسطره. كاين تصريح ديال السيده مفرد بوحده وجهت المواجهه مع ديك السيده اللي كتقول بانها تم الاستماع اليها قالت لك ما عمرك قلت ليها هذه الفرقه الوطنيه. جات عند السيد قال لي التحقيق قال لي سيدي ما عمري قلت ليها بان ولدك وقع ليه شدوا حقه وبقى في هذا الاطار. يعني اللي فهمت منك استاذي الفاضل انه المحاضر ديال الضابطه القضائيه ديال في ثلاثه الاطراف اللي هما موضوع النقاش كلهم عندهم الانكار ما كاينش اللي عندهم الاعتراف نهائيا وبعدهم الامريكان. وانا استاذ كنقول راي اخر حيت انا شفت محاضر فيهم الاعتراف ديالهم بالحق. نعم بالحق بانهم هرموا في البحر نظرا من الخوف ديالهم وكيفاش هما باش يتملصوا من منه. هذا اعتراف ديال الاطراف محضر قانوني. انا غادي نرجع وبالضبط في المحاضر ديال الفرقه الوطنيه في 2019 انا غادي نرجع للمحضر وغادي نوريك وغتشوف الامور كيفاش دايره وغنتمنى تغير الراي ديالك. وكيفاش دايره استاذ راه كاين الانكار وكاين الاعتراف. لا هما باش اعترفوا ملي الملف مشى عند السيد قال لي التحقيق قال لي التحقيق عيطوا السامع عليهم بقى انكار دائما هو يدير واحد الانتداب قضائي. هاد الانتداب القضائي شنو هو؟ قال لهم الله يخليكم غتشوفوا لي المكالمات الهاتفيه في 2007. هاد المكالمات الهاتفيه هي اللي غتبين الامور. اش وقع؟ ما مرتاحش لا وقيله لا مزيان. تفضل تفضل معاك. ملي المكالمات الهاتفيه خذوا الارقام الهواتف ديال المتهمين كلهم وحدوا لوكاليزاسيون. انا غير باش نتعرف واحد القوس. كيطالبوا بان المكالمات الهاتفيه تكون تسجيلات الاصوات تكون كذا. في 2007 لم تكن هنالك امكانيه تسجيل بتاتا للمكالمات الهاتفيه. كل ما كان هنالك انه لوكاليزاسيون تموقع. مثلا انا في المحمديه دويت مع واحد مثلا في الدار البيضاء كيقول لي دويت مع في الدار البيضاء في درب السلطان وانا في المحمد مثلا هنا في هذا الحي ديال فلسطين ولا في حي كذا. ملي لقاو واش لقاو؟ لقاو احد المتهمين الاخرين عمل مكالمه هاتفيه مع المتهم الحادث اللي كان باقي في المحمديه. هو فؤاد مرزق وهذا في المحمديه فواحد الساعه معينه عيطوا لك ساعه واجهوك الله يخليك انت داك النهار كتقول لنا مع التسعود مشيت نعس في دارنا وانت العشره ولا مع 11 وانت باقي فؤاد مرزق وعيطتي لاخوك كدوي معاه اشنو وقع؟ اذا كاين شي حاجه كتكذب ويقول محبسو اش وقع واش وقع واش وقع؟ السيد كذا اوفر دوز طاح لينا شدينا حطيناه وانا غنعطيك ما حداش عليك هذا التصريح كتقول فيه بتاتا ما كاينش فهمتي حطيناه وهاد الواقعه اللي صدت لك دابا انا هي اللي جات من تما. عيطوا المتهمين الاخرين صاحبكم راه عاود كل شيء اعطيونا اش واقع. قال لي فعلا السيد حطيناه كذا 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 كذا. المتهم الاخر كذلك عاودوا ورينا فين حطيتوه. مشاو لواد مرزق حطيناه في هاد البلاصه هادي. مشاو اتصلوا بالدرك الملكي الله يخليكم في 2007 نهار فلان فلاني واش لقيتوا شي جثه؟ اي لقيناه ولكن بعد 19 يوم والدرك الملكي ما بلغش بوجود جثه مثلا حيت كيدار مثلا كيدار حيت السيده مسكينه ملي ولدها ما لقاتوش عادات بحال البحث لفائت العائله بانه الابن غيولي غيشيرشي فين ما كان غيبان. وفي هذا البحث لفائت العائله ان اي مؤسسه ابديه ملي كتلقى واحد الجثه كدير واحد الميساج على مستوى المغرب حتى ان اي شخص اللي عنده ولده مختفي كيجي يتعرف عليه مثلا ما كانش هذه الواقعه. ملي جابوا المحضر ديالها ديال داك هذا لقاو المحضر لقاو السيد داروا ليه خذوا لا دي ان ديالو عملوا ليه التشريح. جا تقرير قوة تقرير الخبره اللي كاين دارت لي ديك الساعه الطوبسي بانه لا وجود لاي اثار للعنف في ديك ما تبقى من ديك الجثه. ما كاينش اثار العنف. محضر هذا الطوبسي تشريح طبي ديال خبيره محلفه شرعيه كتاكد بان الجثه ما فيها حتى شي اثار ديال العنف اللي كما نقولوا هما كيقول لك اثار مثلا القاتل مثلا الضرب يكون في مقتل بحال مثلا شي القالب مثلا بحكم مثلا في الراس في العنق ما كاينش نهائيا. ولكن هما تيصرحوا بانه ما كانش مضاربين بيناتهم هما مساله انه داك الشيء اللي استهلك هو فات فات القياس ادى الى هادشي توقعت الواقعه مثلا يعني مساله الضرب ولا مشاده بالاطراف ما تروحهاش في النقاش. اه حيت تناقشات من بعد مثلا حيت سالهم قال لي تحقيق يسول فوالا انتم
سكرانين شارب الفانيد، اذا ممكن يوقع شي نزاع على اي شيء، اما ممكن شي حاجه خنقتو ضربتو وممكن فهمتيني كيبقى ديما الشك يبقى محتمل. الو ملي دار عيطوا للسيده قال لها فوالا ابنك لقينا هذا الحلجه كذا، جي باش تعرفي على الملابس وهذه. بالفعل جات قالت لي من سيدك البراسي ديال الابن ديالي، التيشيرت ديال ولدي، السروال ديال ولدي، الحذاء ديال ولدي. الدراري اجيو تشوفوا هاد الملابس، اييه هذا هو صاحبنا اللي حطينا نهار فلاني. باش غنتاكدوا اكثر اجي سيدي نديروا لادين، داك البريليفمون ديال لادين، دوك العناصر الجينيه ديال الضحيه اللي تخدات عنده واحد الرقم ديالها، انهم خداو ايضا لادين ولا العناصر الجيني ديال الام وديال الاخ ديالو وعملوا مقارنه لقاو ما مطابقاش. السيد قال لي التقرير، قال لي الطبيبه، قال لي الله يخليك كيفاش غتجي ما مطابقاش، وسيدة عرفات وهذا ما طبقاش. قالت لي شوف، قالت لي الجزء من اللحم اللي دارت عليه لادين كان في درجة متقدمة من التعفن، وأن النتيجة لا يمكن على الإطلاق أن تكون نتيجة إيجابية، النتيجة دائما تكون نتيجة سلبية مع أي كان. ولكن أستاذ في مثل هذه الحالات وبحكم التجربة ديالك في المجال بطبيعة الحال، أنت في المحاماة كتقدم ممكن تعيش هذه الملفات، كيلجؤوا لهذا لادين مثلا من الأعظم من أمور أخرى، هذه غير 20 يوم، إلا تحللت كاينين جوتات اللي تحلت ديال 10 سنين وتبتات لادين واش ديالو ولا لا، علاش هما ما يتخذش هذا الإطار القانوني بهذه الطريقة؟ 2007 ما كانش هناك إمكانية كيدار لادين على العظم ولا الشعر، كيدار على اللحم فقط. وأنا سبق لي في واحد محاورة مع شي إخوان في واحد راديو المباشر ناقشنا هذه النقطة هذه، ودخلت معنا دكتورة، وأنا طلبت تكون معنا دكتورة باش هذا اللبس نحيدوه، وقالت لك سيدي فعلا ما كانش، ولكن كانت إمكانية في فرنسا وجودة عادية لشخص عادي، كيفاش غادي يوصل فرنسا؟ واخا هذيك الوقيتة أستاذي الكريم، من بعد هذيك الجوتة من الدفنات المكان ديالها، دابا حنا ولينا في 2022 كاين هذه الإمكانية تجبدوا لنا هذه الجوتة وتعاود ثاني لادين ونشوفوا، ما خديتوش هذه الزاوية؟ لا دابا ملي تعرفات كذا لادين خرجت، ماشي هي ديك سلبية غير متطابقة كما كان. الأم قالت لك سيدي هذا ماشي الابن ديالي، بدينا في نقاشات أخرين في المحكمة كنحضروا كتقول لك الابن ماشي ديالي، ابن مختفي، هذيك ماشي ولدي، أنا باغي الجثة، كلشي ولا كيسأل على الجثة. هذاك الوقت الفقه الوطنية راه مشات تقلب على الجثة، الجثة عندها رقم 440. للأسف ما هناش هناك ما كاينش واحد التكريم للإنسان، أن إنسان كيتوفى لا يدفن بكرامة في هذا البلد إذا كان مجهول النسب أو مجهول الهوية. كيعملوا ليه واحد الكفن، كيكتبوا ليه رقم ديالو هنايا وكيصيفطوه للمقبرة. والمستشفى ماشي كتدفن أنه الناس كتدفنوا مثلا يوميا، لا، مجهول الهوية إكس بنو إكس كيتجمع واحد المجموعة لمدة 3 شهور 4 شهور هما في لامورغ، تما كيسول تحت عاد كيشدوهم كيديهم يدفنوهم جماعة، كيديهم مقبرة ديال الرحمة ديال الرحمة. المحافظ من اللي انتقلت عنده الضابطة الفقه الوطنية قالت لي الله يخليك نهار فلان الفاني راه جات واحد المجموعة الجثث دفنوا وعطينا فين كاينين الأرقام ديال داكشي. المحافظ الغريب في الأمر ما كيمنعوش واحد الريجيستر كيسجلوا فيه مثلا بحال مثلا 440 ها الرقم ديالو في المقبرة عندنا، لا نهائيا. مشكلة كبيرة هادي مشكلة ماشي غطي على واحد، إلا داروا ليه رقم ديالو مربوط بمحاضر بملف خاص به بالوقائع غنقدروا نوصلوا للهدف. ولكن دابا المشكل ديال هاد الخلل الاداري كيحملوه الدراري المسؤوليه، ما عرفتش انا علاش. هذا متعارف على جاربي العمل داخل هاد المقبره بانهم ما كيعملوش الارقام للاشخاص اكس من اكس، كاين واحد لازون تسمى لازون 3 هي الخاصه بمجهول الهويه، كيشدوا كيدفنوهم بدون هويه وبدون ارقام. جات الضابطه القضائيه والفقه الوطنيه قالت لك يستحيل علينا معرفه او تحديد بالضبط مكان دفن هذه الجثه. جينا للمحكمه، المحكمة كتقول لك سيدي واحد الأستاذ اللي كان سابقا صدر واحد الأمر تمهيدي، قال طالما أن الأم كتقول لك سيدي ابني غير متوفي، طالما أن الجثة ما كايناش، طالما أنه لا يمكن البت في ملف والحكم بالقتل دون وجود جثة ودون وجود موت محقق غير مشكوك فيه، أش عملوا؟ قال لك الأمر بشار خبرة لاستخراج الجثة عام 140 من المقبرة. تنفذ الأمر، انتقل السيد وكيل العام، انتقلت للناس المختصين. المحافظ ديال المقبره ملي كاين عارف ان السلطه غادي تجي، كاين المقبره انت ما عارفين فيها الشوك فيها كذا فيها ربيع فيها هذه، شعل العافيه بدا كيحرك شي كينقي في الدنيا.
ملي شافوا ما نقى الدنيا جاو العافيه لقاو محروق داكشي وحيد داكشي قالت لا راه جبدوه وحطوه في بلاصه اخرى وحطوه وجد اخرى اخفاء معالم الجريمه عاوتاني. حنا ما اخر هو عنده حسن النيه ديالو بغى غير ينقي الدنيا حتى جاو الناس حكام يلقاو فين يخدموا. ملي مشاو انا عارف يستحيل ديك الجثه تخرج لان ما كاينش النظام. جبدوا جثه طلعت انت وغيجبح طلع هذاك وغيقو دغي غيقو صغير قوي غنشيباني بان لان كاين عدد كبير وحتى المده ديال 13 الى بغاو يلقاو دابا الجثه خاصي شحال من رقبه خاصهم يخرجوه. واخا واستاذي دابا انا غنبدا معاك منين ختمتي هذا المجهود وبهذا الشيء اللي قلتي لي دابا شنو درتوا نتوما غادي تبيع الحقيقه اكثر سواء باش ترضيو جميع الاطراف غتربحوا شقين هذه الانسانه اللي يطمئن قلبها الله يسمح لينا من الوالدين على الولد ديالها ثاني تجبدوا البراءة ديال هاد الوليدات اللي كتقولوا نتوما ما دايرينش شنو درتو نتوما في الملف لانه في الاخير الا سمحتي لي باش نخليك توسع في الموضوع القضاء الجالس هو صاحب القرار وانتوما قادرين انكم تنوروه في الملف بادله قاطعه شنو درتو نتوما كمحامون دابا حنا غير باش نعرف القضيه لحد الان كان نقاش مع المحكمه باقي ما تسعش مع نقاش كانت هناك دفوع شكليه تم الرفض ديالها بدات هناك مطالب من جهه الام ومن جهه حنا الهيئه السابقه قررت بان الملف تدخل المداوله وحجزت المداوله امرت باجراء خبر واستمعت الاطراف النقاش ديالنا حنا باقي ما رفعناش الملف تغيرت الهيئه ولينا في اخرى لابد تما خصهم يعرفوا الملف لابد تما خصهم يناقشوا يقراوا الملف وبقينا في هذه الاجراءات والهيئه الان خدات قرار جديد هو بالاستماع والسلع هذيك البنت اللي دوي عليها قبيله ودابا الملف كيتاخر على قبل هذه البنت الى حضرات البنت وغيتم الاستماع اليها اكيد ما فهمنا نتناقشوا فيه وداك الشيء اللي غنقولوا حنا اللي غنناقشوا باش نثبتوا البراءه ديال الناس ديالنا راه واضحه ومن جمله هذه المسائل اللي عاودت لك دابا انا لان القتل العناصر التكوينيه لاي جريمه قتل راها عناصر لابد من وجودها اللي باش حتى القاضي يكون القناعه ديالو باش يعاقب الفعل لان الفعل ماشي راه الفعل كبير الفعل الخطوره ديالو كبيره جدا راه الاعدام المؤبد اذا القاضي كقاضي بانه يستحيل عليه باش يبت في قضيه بهذا الفعل وبهذا الجرم وبهذا العقوبه المخصص لها دون ما يكون هناك اعتقاد واعتقاد صميم لان حتى الخبره المره الاولى ديوتيكم عليها اش كيقول فيها لا يمكن الحكم في جريمه قتل دون وجود موت محقق ونيه ازهاق روح لان قدر مثلا عندي سكين وغنضربك به ولكن ما كانش عندي نيه ازهاق روح ومتي لا اعاقب القتل عمد وعاقبوا بالقتل المفضي الى الموت دون نيه احداثه هنا في هذا الملف ما عندنا لا نيه احداثه ما عندنا لا قتل عمد واش متابعهم سيد قاضي التحقيق بهذا الفعل فقط العمد عندهم القتل العمد عندهم إهانة الضابطة القضائية وعدم التبليغ عن جريمة وهذه هي مفارقة غريبة تصوروا معي إهانة الضابطة القضائية كتكون عندها علاقة بالإدلاء بيانات كاذبة يعني مربوطة بداك الشيء اللي كتكره قالوا عاود تراجع وقلت لي ما قالش لا كذبوه ماشي ما كذبوش كذبوه قال احنا حطينا قدام الدار ديالو مشينا بحالنا ولكن الحقيقة ما حطوش قدام الدار حطوه في واد مرزق وحطوه في وضعية ماشي هي هذيك فين بالضبط في واد مرزق واد مرزق حطوه واحد الغابة في واد مرزق حدا البحر حدا البحر هذا الشيء اللي قلت لك انا استاذ لا ماشي حرقوه قلت لي لا احنا ماشي حرقوه قلت لي لا حطوه على الشارع قلت لك وحطوه ماشي حطوه في البحر كاين واحد البيست وكاين شجر حتى ما غير دخل فيه البيست حكوا وقفوا البحر باقي مليه ولكن ملي حطوه عرفوه بلي مات وهما قال قطع الحس ديالو فهمتيني قال قطع الحس ديالو قال لك حنا الهول ديال ديك الصدمه باش غنبداو نفكروا حتى لدرجه المتهم قال لي قال لي دابا انت كتفكر بحال هكا حتى انا في هذا السن غنفكر بحال هكا انا ساعه كانت عندي غير 18 عام راه كان الفرق بينه وبينهم راه ما حوالي شي 6 شهور او 7 شهور هما اللي فارقين بمعنى متقاربين في السن نفس التفكير نفس العقليه نفس رده الفعل. السؤال الاخير اللي عندي معك في قلب الموضوع يميل في 2007 بدات الفرقه الوطنيه في 2019 شوف معايا المده كلها تما بانت امور اخرى تبينت حقائق مجهوده مجهود كبير دارت الفرقه الوطنيه وفي المعتقلين دابا اللي بطبيعه الحال القضاء الجالس واحد صاحب القرار انتم لا زلتم تدافعون البراءه هذا حقكم انما هذيك المده كلها اللي عانات هذيك الام وتا هاد الوليدات دابا كيفاش كتشوف الام دابا شوف انا نقول لك دابا هاد الوليدات الان حنا قاربنا على 3 سنين ومن حقهم وانا كنقول هاد مسؤوليتي ان يحاكموا محاكمه عادله وان يحاكموا في ظرف رحيم لان الشخص خليه 3 سنين وراه الاعتقال الاحتياطي وكتقلبوا على الحجه انا قلتها في الجلسه قلت لهم انا اول مره كنشوف هاد الملف كينقال فيه وسائل اثبات انه بكتكون عندنا جريمه قتل
كنجيبوا المتهم. هنا عندنا متهم باقي قلب جريمه قتل، هذه مفارقه، عندنا متهم ونبحث عن جريمه القتل. هاد الناس من حقهم يتحاكموا محاكمه عادله وفي ظرف محترم وفي زمن محترم حمايه لانسانيتهم. اذا كانوا قاموا باي فعل معين المحكمه تعطيهم العقوبه، اذا كان هذاك الفعل غير ثابت حقهم المحكمه غتبرئ الساحه ديالهم. ولكن المده اقول 3 سنين، احنا عندنا كانوا ملفات كبار ديال الارهاب كاع وما خدوش مده 3 سنين محكمه ابتدائيه، ملفات ديال الارهاب واشخاص كثيره ومحامون كثار ووقائع ومحاضر قداش هنايا، ولم تدم المده 3 سنوات. انت ختمتي لي في ديالك 3 سنين وختم لي في ديالها هي اللي من 2007 وهي ام حتى 2019 وهما عارفين في هذا الملف ويعترفوا باللي عارفين في الملف. مثلا دابا هاد الام، انا كما نقول الام الكومه من 2007 حتى 2019 ماشي حتى 2022 راه باقا الان كتعاني. هاد الام بدلات مجهود ومجهود كبير وكبير وجبار، وانا قلت شحال من خطا كون كنت في الموضوع ديالي اكثر منها، ولكن غير ما نظلمش هاد الوليدات. ظلموها ظلموها، ماشي بظلموها ماشي بظلموهاش، انه خفوا الحقيقه من 2007 وانتم خافي الحقيقه على الام. انا كون كانت تقالت الحقيقه في ابان ديال ما نوصلوش هاد الملف بتاتا، كنت لقات الجثه في ابانها وتعرفت الامه في ابانها كره هذا الملف هذا اصلا هذا اللي واصل الان كره تفضى في 2007. علاش الابحاث ما كانتش في 2007 في هذيك الظرفيه ملي كان الملف عند الضابطه القضائيه ما وصلش للفرقه الوطنيه؟ كي كذبوا الاولاد وغير واحد القضيه تعرف الوسائل اللوجستيكيه والتقنيه عند الفرقه الوطنيه ماشي عند الضابطه القضائيه. استماع كذا اشنو ذكرتي هذا اعطينا، ما كان حتى شي حجه، ما يمكنش غيضربوهم ما يمكنش غير كذا نهائيا، راه حقوق انسانيه. كيبقاو دائما كيعطيو تصريحات كاذبه، وبقاو ديك التصريحات الكاذبه متمسكين بها وخلاص انهم كانت متطابقه، ما كاين حتى شي تناقض بعضياتهم. وبالنسبه للتسجيلات الهاتفيه ماشي تسجيل او الخبر على الهواتف ما قاموش بهما، خص يجي امر بحال مثلا عند قضيه التحقيق او الوكيل العام هو اللي كيامر بها. اين حتى انتقلنا لعند الوكيل العام وجا قضيه التحقيق بمحكمه الاستئناف عاد امر باجراء ديك الخبر على الهواتف. والتحقيق كان من 2016 راه 2016 عاوتاني راه مشاو سمعوا لي مونكرو وكذبوا وقالوا لا سيدي ديك الواقعه اللي قلنا التصريحات ديالنا هي باقي متمسكين بها. ولكن ملي بقى اتصال ما بين الفرقه الوطنيه وسيد قريه التحقيق وهذا طاحت الفكره بانهم يديروا الخبره على الهواتف. ملي الخبره على الهواتف بيناتنا هذا المعطى هذا وبيناتنا الحقيقه ديال هذه البيوت شنو عندهم. استاذي الفاضل شكرا لك، خدينا مجموعه من النقاط في الموضوع وانا غادي نتبع معك ان شاء الله هذا الملف في الجلسه المقبله. شكرا لك والله العظيم على سعه الصدر ديالك. مشاهدينا الكرام، انا لازلت متتبع لهذا الملف وسوف اوافيكم دائما بالجديد. مجموعه من النقط والاشكاليات اللي طرحت في هذه القضيه غادي نوروا بها الراي العام ما امكن في الموضوع. نحن مقبلين بطبيعه الحال على الجلسه المقبله وغادي نوضعكم اكثر في الصوره. 11/5 الجلسة ديال تهامي بن نادي. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.